أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين تتميز بتجربة ثرية في مجال تقدم المرأة وفي مجال التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالهدف الخامس منها المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقد أسهم نجاح التجربة في انتقال مملكة البحرين من مرحلة اتسمت بالتركيز على تمكين المرأة لنصل اليوم إلى مرحلة تقدم المرأة، ما جعل البحرين مركزا ومرجعا للخبرة في شؤون المرأة. وأوضحت معاليها أنه لم يكن للمرأة البحرينية أن تحقق هذا التميز وتبلغ هذا النجاح لولا البيئة الراعية لها، ممثلة في دعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتوجيهات الكريمة لصاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي مهدت الطريق أمامها وسخرت كافة الإمكانيات لجعل البحرين نموذجا يحتذى به في مجال تقدم المرأة ودعم حصولها على حقوقها الكاملة وإدماجها في الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة والنهضة الوطنية الشاملة. جاء ذلك خلال مشاركة معاليها ووفد مجلس النواب المشارك ختام منتدى قمة القيادات السياسية بحضور السيد تاداموري أوشيما رئيس مجلس النواب الياباني والسيدة سيلفانا كوجمي هرين رئيسة المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية، وبمشاركة عدد كبير من سيدات وقيادات البرلمانات بدول العالم. وخلال الكلمة أشارت معاليها إلى وجود العديد من التجارب المتميزة والجهود البارزة لدعم ومناصرة المرأة، وقالت معاليها إن المرأة البحرينية حققت العديد من المراتب المتقدمة واحتلت مناصب قيادية. كما أشارت معاليها إلى إطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، التي وضعت هذه المبادرة تحت تصرف المجتمع الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وحول تحديات الوضع الراهن أوضحت معاليها بأن أشواطا طويلة من العمل الجاد والمتواصل ما تزال مطلوبة لضمان حصول المرأة في كافة دول العالم على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعن الرؤية المقترحة لتطوير وتفعيل دور المرأة في دول العالم. دعت معالي رئيس مجلس النواب إلى تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار وتوفير منصات دائمة يتم من خلالها تبادل الآراء والأفكار والخبرات. تلقى مجلس الشورى دعوة للمشاركة في مؤتمر القياديات السياسيات المنعقد في طوكيو. شاركنا اليوم أنا وزميلاتي من مجلس الشورى، وأيضا تلقى مجلس النواب هذه الدعوة لنمثل المرأة البحرينية في هذا المؤتمر، ونثبت أن ثقة سيدي جلالة الملك في المرأة البحرينية هي ثقة في محلها. أوصلت البحرينية اليوم لأعلى المناصب في السلطة التشريعية والتنفيذية وأيضا السلطة القضائية. في اليوم الثاني من القمة، قمة الـ WPL 2019، تمت مناقشة بعض الأهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 هدف. من الأهداف اللي تركزت عليها المساواة بين الجنسين والصحة الجيدة وهدف بيئة خالية من المخلفات وبيئة صحية ونظيفة. فتمت مناقشة التشريعات والقوانين اللي بالإمكان وضعها في هذه الأهداف واللي بإمكانها إن هي تطور وتحسن من الوضع العام في بين البلدان، يعني في الوضع الإجمالي. ينعقد اليوم في طوكيو مؤتمر السياسيات القياديات، وتشارك في هذا المؤتمر 78 دولة من ضمنها البحرين، ونحن نفخر جدا بهذه المشاركة، حيث هناك وفد من المجلس النيابي برئاسة صاحبة المعالي السيدة فوزية زينل بالإضافة إلى ثلاث عضوات، كما أن هناك أيضا من وفد مجلس الشورى يتألف من عضوتين. و المشاركة بشكل رئيسي عن موضوع التنمية المستدامة في هذه الدول.